إنما يتبادر إلى أذهاننا عدة استفهامات، منها المعروف من تاريخ ساسة العراق كلهم كانوا في الخارج، ولأكثر من 35 سنة فلم يكن الشعب يمتلك الخلفيات الكاملة عن مستواهم العلمي ومدى قدرتهم على إدارة البلاد، فضلاً عن ماهية حياتهم وما هي مواقع عملهم في دول الخارج. إذن كيف وصلوا لسدة الحكم؟ من قدم هؤلاء الفاسدين على أنهم الأصلح والأكفأ والأقدر على الحكم وهم ملائكة رحمة لا شياطين نقمة؟ إذن لابد من وجود شخص ذي تأثير كبير على الوسط العراقي ويسيطر عليه كلياً ويتمتع بفروض الطاعة والولاء له، والتأثير على البلاد أغلبها إن لم نقل كلها. هنا يأتي دور السيستاني الذي عقد الاتفاقيات مع زمرة السياسيين المفسدين خلف الكواليس، فمن جانبه لا يتعرض لهم لا من قريب ولا من بعيد، وكذلك يوفر لهم ولفسادهم الغطاء الشرعي ولا يفتي ضدهم حتى لو أصبح العراق في خبر كان.